وتفتح البوابات على بركات الله لجياد وافراس المستورد للتنافس في الشوط الرابع على جائزة نادي الفروسية التقديرية بمشاركة 10 رؤوس: المنبه شبل بدر، زود العطا، قيصري، قرناس بندر، ومتبكر شبل سلطان، مطلب، ابو عراد، الفادر. التقدم للمنبه والمحاولات تأتي من ابو عرادة من الخارج الان في اول مشاركة لأبو عرادة في المركز الأول مع محاولات شبل سلطان في المركز الثاني، المنبه المركز الثالث، وشبل سلطان، أبو عرادة، المنبه، شبل بدر، ومحاولات متبكر في المركز الخامس الآن، وجياد وأفراس المستورد تتنافس على جائزة نادي الفروسية التقديرية. جبل سلطان المركز الأول الآن بطول كامل الآن يتقدم في المركز الأول مع لويس موراليس. جبل سلطان محاولات تأتي من شبل بدر الآن المركز الثاني، وأيضا من أبو عرادة والمنبه، ومحاولات تأتي الآن مع المنبه في المركز الرابع مع اجتياز الجياد علامة 800 متر. تبدأ مراحل الحسم الآن مع المنعطف الأخير إلى 400 متر الفاصلة. شبل سلطان يبتعد بالصدارة، شبل بدر يأتي الآن للمركز الثاني مع محاولات أبو عرادة وأيضا محاولات مطلب وأيضا قرناس بندر. شبل سلطان يبتعد بالصدارة مع 100 متر الأخيرة والخمسين متر، ما شاء الله. شبل سلطان للمركز الأول، مطلب المركز الثاني، وقرناس بندر المركز الثالث، أبو عراد المركز